هو في سؤال ثقيل ها؟ اي والله سؤال حق برامج مش سؤال يعني حق ريالتي. ايش؟ يلا يقول لك وش اجمل موقف اعتذار شاهدته؟ يلا موقف اعتذار وش اجمل موقف اعتذار شاهدته؟ والله يا اخي شوف اجمل موقف اعتذار شاهدته والله شوف هو مش افضل المشهد ما صراحه ما يحضرني شيء لكن في مشهد يحضرني صار معي انا يعني جت فتره كنت انا وواحد من الشباب عزيز علي يعني كنت دائما نروح المدرسه نروح مع بعض ونرجع نروح نرجع نروح نرجع المهم ما كان لا انا عندي جوال ولا هو عنده جوال هذا تقريبا اولى ثانوي انا ما كان عندي جوال في اولى ثانوي هو ماني عارف كان عنده او لا ما افتكر يعني فكان لما نيجي يمر من تحت بيتنا كيف اعرف انه هو تحت من الشباك اطول من الشباك اذا لقيته جاء تحت انزل له هو ينتظر يشوفني يسوي لي زي كذا انزل له ونمشي فمره من المرات انا منتظره الا جاء طل فيه ومشي ما وقف تخيلوا يا جماعه نزلت بسرعه والحقه وامشي بسرعه وراه اناديه فلان يا فلان يا فلان مو راضي كل ما اقرب منه يمشي اهرول اقرب منه يمشي وصل لمرة كأننا نطارد بعض فأنا لما شفت الموضوع كذا هديت والله يا جماعة خير قعدنا أنا وهو ما نتكلم مع بعض سنة ونص وأنا ماني عارف إيش الموقف كل ما أروح له ما في ماني عارف أجيب ناس يعني ناس توصل يا جماعة خير روحوا شوفوا إيش بو بعرف إيش الموضوع مو راضي بعد سنة ونص يعني الظاهر أن الأمور عنده طابت فأتكلم مع واحد فذاك جاء كلمني فقلت له أجمعني أنا وهو في مجلس واحد يعني فجيت جلست معه وتكلمنا طلع كل الكلام اللي عنده أبدا ما صار وممكن إيوه كل الكلام اللي عنده أبدا ما صار وأنا يعني يعني على قولهم جبت له علامات أو أمارات إنه من جد ما صار وهو تأكد إنه هذا الشيء ما صار يعني واعتذر يعني حتى انه يعني بسنا رؤوس بعض وكذا ومدري ايش يعني وسلمنا على بعض حاضن ايوه لكن هنا في لفته ترى في لفته ممكن الكل يستفيد منها انه اذا صارت مشكله لا تاخذ الموقف او المشكله من جهه واحده بالضبط خذها من جهتين يعني مثلا انا صارت بيني وبين اسامه لا قدر الله مشكله مين جاء بيصلح بيننا مثلا فارس المفروض عشان يتخذ قراره او عشان يجمع جهات النظر يسمع مني ويروح يسمع من اسامه مو يروح يسمع من اسامه ويجي يوبخني انا على طول لا يسمع هنا ويسمع هنا وهو بحكمته او انه حتى لو شاف انه الموضوع كبير عليه ممكن يستشير في احد بعدين يتكلم هذا الشيء ترى لازم يكون موجود وكذلك انا اشوف اذا كان في يعني جاني واحد وقال والله فلان في او مثلا في خاطري شيء على شخص اخر اختصر الطريق وروح له صحيح. ما يحتاج انك تلف وتاخذ لفه كامله لا على طول مباشره روح لهذا الادمي انا سمعت كذا 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 هل هو صحيح ولا لا ان شاء الله الامور بتزين يعني بما انه في علاقه اخوه في الله عز وجل مع بعض واتوقع انه الاخوه في الله يحتاج لها ترى كثير من الصبر لكي الاجر الكبير اللي يوم القيامه الله عز وجل جعله للمتحابين في الله فيه صحيح. الله عز وجل جعل الاجر جدا عظيم ما هو ترى مو بالساهل ولا بالهين انك تاخذ هذا الاجر في الدنيا بشكل بس اني اقول لفارس انا ايش انا احبك في الله والامور تمشي لا لا يبغى لها جهد يبغى لها طيب عمر دامك كملت على موضوع مجدي ايش المشهد والله انا عن نفسي ما فيه لكن ما دائما يعني. دائما لما يجي هذا الموضوع انا اتذكر قصه الصحابي الجليل بلال رضي الله عنه يعني اجمل اعتذار يعني الصحابي توقع ابو عبيده انا ماني مفتكر صراحه الصحابي الاخر اللي قال له يا ابن السوداء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وتعير بامه كما قال صلى الله عليه وسلم ابو ذر الغفاري ابو ذر فرضي الله عنها ابو ذر فايش ان ان انك امر فيك جاهليه ابو ذر ايش سوى رضي الله عنه يعني جعل خده في الارض وقال والله يعني تدوس عليه يعني لكن بلال رضي الله عنه بخلقه العظيم ما سوى هذا الشيء فهذا يعني أحس أنه بصراحة مهما يجي الواحد ويتكلم عن الاعتذارات ويتكلم عن الاعتذار سواء لأخ أو أخت أو والد أو والدة وغيره لن يأتي مثل هذا الموقف الجميل صراحة أتمنى أني أشوفه يعني كنت أتمنى أني أشوفه كذا
أمامي يتجسد شي المشهد شيء 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 جميل وعظيم صراحة. يعطيك العافية. أسأل الله عز وجل أن يرضى يعني يغفر لي الصحابة رضو الله عليهم وأن يلحقنا بهم في جناته. آمين. أسامة مشهد الاعتذار. أنا كنت بذكر المسجد اللي ذكره أبو رويد، لكن خليني أذكر حاجتين ثانية على عجالة. الشغلة الأولى، إحنا في الحياة كلنا راحلين، فدايما حط في بالك إنه الشخص اللي بينك وبينه موقف أو شحناء أو بغضاء أو زعل، سواء كان يسوى أو ما يسوى، يا أنت بترحل يا هو بيرحل في لحظة غير محسوبة. فلا يكون الاعتذار على أبواب المستشفيات أو عند حفر القبور. في لحظة أصلا الاعتذار فيها ما يغني، لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يغير شيء، خلاص انتهت القصة. فلو كنت حتعتذر اعتذر من قبل. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، هي ثلاثة أعمال يجازي الله عليها العباد جزاء بغير حد، ومن ضمنها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه من ضمن المواقف اللي تنازل، واعلم أنك مهما تنازلت واعتذرت حتى لو كان أنت المخطأ عليه وأنت صاحب الحق، أنه أنت صاحب الفضل وأنت صاحب الإحسان وأنت المجازى بذلك الإحسان، لا في الدنيا ولا في الآخر. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وصراحة يعني معليش، يعني بعض الأحيان ترى الإنسان يعظم أشياء كثيرة في داخله، والشيطان حريص جدا. موقف حصل بيني وبين أي واحد، الشيطان يلعب يكبر، هو شيء جدا بسيط فيجعل يعني يجعله شيء عظيم جدا، لكن باتصال واحد الواحد ايش يذوب هذه الامور ويذوب الجبال هذه، والامور يعني ان شاء الله انها الى خير دائما. بما انك ايش باذن الله تعالى على طول راح ايش الـ 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 الاخير عندك